أنا للأمانة هذه أول مرة أكون متواجد فيها، ويحالفني الحظ أن أكون متواجد في هذه البطولة، لأن عادة في السنوات لا يكون عندي ارتباط أو سفرة أو عمل أو غيره من الأمور. أنا متفاجئ، أنا فعلا متفاجئ من الأمور التنظيمية، يعني أو إنه كان في تعريف البطولة وكل هالفرق والتاريخ اللي موجود من إلى وعدد الفرق المشاركة من كل سنة، فمعرض الصور بروحه بحد ذاته جميل. عندش الملعب، التنظيم، التعويذة، طريقة القعدة، السلام على الفرق. أنا داش بطولة متكاملة للأمانة، أنا وايد يعني مبهور. وحتى بالعكس كنا نتناقش في بعض الأفكار إنه والله ترى ليش إحنا مثلا كمؤسسة بنك البحرين الوطني ولا كذا ممكن حتى نحن نشارك السنة القادمة وندعم الشباب أكثر، ونفس الشيء المؤسسات الثانية. وحتى إحنا اليوم كدورنا كإعلاميين، أنا أقول إذا غير موظفين إعلاميين، بالعكس أنا أتوقع إن إحنا لازم نعطي اهتمام أكثر لهالبطولة تبي الصراحة، لأن 6 دوريات 83 فريق، شيء 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 غريب عجيب، وأنا فعلا مبهور للأمانة. والله يعطي عافية، والله يعطي الجميع اللي قاعد يشتغل على هذه البطولة الله يعطيهم العافية صراحة. بالعكس يمكن هذه نجاح زيادة عن المواسم السابقة اللي بدأ فيها دوري خالد بن حمد، يعطي إضافة جديدة، يعطي إضافة نوعية حتى حق نوعية الناس المشاركين، سواء أنها تستقطب 6 دوريات من 6 فئات اشتملت الجنسين، فتيات والشباب، اشتملت ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي العزيمة. هذه بالعكس هذه يغني الشباب عن أي مجهودات ثانية ممكن تأخذ طاقتهم ومجهودهم، خصوصا في فصل نفس فصل الصيف. فهذا أعتقد أفضل مكان أن الواحد يقدر يبذل في طاقته ويبذل في مجهوده، وبشكل صحي أيضا ممكن يكون له إضافة. طبعا يمثل دوري خالد بن حمد لكرة القدم مبادرة نوعية ومتميزة حقيقة ضمن الكثير من مبادرات سمو الشيخ خالد اللي تصب في النهاية في مصلحة الشباب البحريني. هذا المشروع حقيقة ما اقتصر على فئة الشباب، ولكن تعدى هذا العام إلى فئة الشابات وذوي الإعاقة والمراكز الرياضية وبعض الأندية الرياضية. طبعا الشيء الجيد من خلال هذا المشروع يتم اكتشاف مو فقط بس اللاعبين، ولكن حتى الأفراد اللي عندهم قدرات وإمكانيات متميزة في المجال الإداري. شباب البحرين معظمهم متطوعين، بس من خلال هذه الفرصة الحمد لله بعضهم قدر يستهز هذه الفرصة وينطلق للأمام وتبوأ إن شاء الله مناصب متقدمة إن شاء الله. مجهود اللاعبين، يعني اللاعبين ما قصروا وتوفقنا في المباراة والحمد لله على كل حال. صار نحن ضيعنا أهداف، ضيعنا فرص واجد، وشي طبيعي اللي يضيع يستقبل أهداف. تعب الدفاع والهجوم ما سجل، ما استغل فرص، يمكن أكثر من 4-5 أهداف ما سجلوا، كانوا يقدروا ينهوا المباراة من البداية، بس ما الله كتب، وإن شاء الله هارد لنا في الأيام الجاية، ومبروك الفريق الفائز. الحمد لله توفقنا اليوم يا الفريق، احنا أول مرة ندش يعني بطولة صالات بهالمستوى. يعني كان مستوانا قبل شوي يعني ما كان ينافس، بس الحمد لله يعني ويا التمارين ويا ذي الحمد لله وصلنا، يعني هالمبارتين يعني أهلتنا الحمد لله. الحمد لله اول شيء احنا طلعنا بالتعادل، كنا نستحق الفوز، احنا تقدمنا في المرتين بس في النهايه احنا طلعنا بالتعادل، هم سجلوا علينا، هم كانوا افضل منا لياقيا ومنظمين اكثر، احنا بس فتره الاعداد كانت مالتنا بس اسبوع واحد قبل البطوله. الحمد لله ان شاء الله شوي شوي
نكون للأفضل يعني. والله الحمد لله اليوم فزنا وتأهلنا 3 نقاط جدا مهمة، عدنا 6 نقاط حاليا، نشوف وضعية الصدارة مع الفريق الثاني، إن شاء الله نطمح إن احنا نقدم مستوى أفضل من كذي علشان إن شاء الله البطولة.